بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن موضوعنا اليوم هو الطريق إلى الله عز وجل. أعلم أخي المسلم الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، مع هذا فقد هدى الله على يديه أمة بأسرها. كان صلى الله عليه وسلم يستعمل أساليب مختلفة متنوعة، لماذا؟ لدعوة أصحابه وتعليمهم. وقد جلس يوما صلوات ربي وسلامه عليه بين أصحابه، في يده الشريف عصا خط بها خطا مستقيما على الأرض وقال: هذا صراط الله المستقيم فاتبعوه. ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط وخطوطا عن شماله وقال: هذه طرق، هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه فاجتنبوه. ثم تلا قول الله عز وجل من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من هذا البيان نعلم أن الطريق الموصل إلى الله سبحانه واحد لا يتعدد، هو الصراط المستقيم، وأن كل طريق غيره على رأسه شيطان. فمن عرف الطريق إلى الله معرفة صحيحة فقد نجا، ومن انحرف عنه وسلك غيره فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن كيف نعرف الطريق إلى الله؟ ما علاماته التي تدل عليه؟ العلماء يجيبون على هذا السؤال الهام جدا، فيقولون: الطريق إلى الله عز وجل يجتمع في عناصر أربعة، من فهمها وعمل بها فقد استقام على الصراط كما أمر الحق تبارك وتعالى. أما الأول أن تعرف ربك معرفة صحيحة، أما الثاني أن تعرف ماذا صنع الله بك، أما الثالث أن تعرف ماذا أراد الله منك، أما الرابع أن تعرف كيف تخرج من ذنبك إذا أذنبت أو أخطأت. أما الأول، كيف تعرف ربك معرفة صحيحة؟ هذا هو الطريق الأول. العبد يعرف ربه معرفة صحيحة إذا عرف توحيده معرفة صحيحة. توحيد الله هو أصل الإيمان وغايته وهدفه وثمرته. هذا التوحيد يتحقق إذا فهمت كيف توحد الله ربا، كيف توحده إلها، كيف توحده في أسمائه وصفاته. أما توحيد الله ربا وهو الذي يسمى بتوحيد الربوبية، معناه المجمل أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى هو ربك ورب كل شيء ولا رب لك غيره. فمن الذي خلق ورزق؟ الله. من الذي يعطي ويمنع؟ الله. من الذي يخفض ويرفع؟ الله. من الذي أمات وأحيا؟ الله. من الذي قدر وهدى؟ الله. من مدبر الأمر مقدر الخير والشر؟ إنه الله، لا إله إلا الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أما توحيد الألوهية، معناه المجمل أن تعتقد أن الله جل وعلا هو إلهك وإله كل شيء ولا إله لك غيره. فله وحده نتوجه ونعبد، وله سبحانه نركع ونسجد. فالصلاة والصيام والزكاة والحج والرجاء والخوف والدعاء والنذر والاستعانة والاستغاثة والخشية والإنابة والتوكل، وكل عبادة يفعلها العبد لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، معناه المجمل أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه هو الكامل في أسمائه وصفاته، ولا كامل غيره سبحانه وتعالى، هو المنزه عن كل نقص ولا منزه غيره. وهذا يعني أن نصف الله سبحانه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. تنفي عن الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص نفاها عن نفسه، كقوله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. سئل أحد الحكماء: كيف عرفت ربك؟
فقال عرفت ربي بالنحلة أحد طرفيها عسل وفي الآخر إبر. ألا تتدبر؟ ألا تتفكر؟ فالسماء بغير عمد من رفعها، بالنجوم والكواكب من جملها وزينها، الأرض من مهدها وذللها، الجبال من نصبها وأرساها، القمر في السماء من نوره، والشمس بعيدة المدى فمن أدنى شعاعها، الطبيب المعالج قد مرض فمن أرداه، المريض وقد يئس من عافاه، الأعمى في الزحام من يقود خطاه، والصحيح وكان يحضر حفرة من أهواه، الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه، الوليد لدى الولادة يبكي من الذي أبكاه، الثعبان وقد امتلأ جوفه بالسم فمن أحياه، اللبن بين دم وفرث فمن الذي صفاه، الهواء تشعر به ولا تراه فمن أخفاه، النبت ينمو يربو في الصحراء فمن الذي يرعاه، النهر بمائه يجري فمن الذي أجراه، النبت تتعهده أنت وترعاه فيجف فمن بالجفاف رماه، والنخل تراه مشقوق النوى فمن الذي شق نواه، والطير في جو السماء من أمسكه وهداه، كل ذلك سينطق بعظمة الله قائلا بلسان حاله لا إله إلا الله، إنما أنا مخلوق من مخلوقات الله الواحد الديان. سؤال أعربي في الصحراء، هل رأيت الذي تعبده؟ فماذا كانت الإجابة؟ قال يا قوم ألا تنظرون الأرض وما عليها والسماء وما فيها، الرياح وحركاتها، إن البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وأما الطريق الثاني أن تعرف ماذا صنع الله بك، ماذا صنع الله بك؟ هذا السؤال يحتاج إلى تدبر وتفكر، هذا التفكر يثمر زيادة في الإيمان وقوة اليقين. قد صنع الله بنا أمورا كثيرة، من أعجبها هذه الصورة التي خلقنا الله عليها في أحسن تقويم، بل أن الله عز وجل قد أقسم على ذلك، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أقسم بالتين وأقسم بالزيتون وبطور سينين وبمكة المكرمة الآمنة أنه خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن تقويم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطبنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سورة الذريات، هل سألت نفسك أخي الحبيب في أي يوم من الأيام من أي شيء خلقت؟ القرآن يجيبك بآيات متعددة، نأخذ منها على سبيل المثال للحصر، اقرأ إن شئت من سورة الطارق قول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، اقرأ إن شئت من سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار، اقرأ إن شئت من سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. لنا هنا وقفات، الوقفة الأولى هي تطور خلق الإنسان، خلق الإنسان من طين، هذا هو الطين الأول، الطين عبارة عن إيه؟ ماء زائد تراب، هذا الطين يتغير ريحه فيصبح منتنا أي مسنونا، يتغير لون الطين إلى سواد هذا هو الحمأ، يجف هذا الطين فيصبح صلصالا، يزداد الجفاف فيصبح كالفخار، من الذي طوره وجعله ينتقل من طور إلى طور؟ تلك المرحلة التي بينها لنا القرآن الكريم ما شهدناها ولو وما اطلعنا عليها، كما قال سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
آخر حاجة في هذه الأطوار حتى يكون الإنسان تدخل فيه الروح فيكون الإنسان. ما الذي يثبت تلك الأطوار؟ الموت. وهذه هي الوقفة الثانية، الموت خروج الروح من الجسد. ولو أضرب مثال، عندما تريد إحلال وتجديد مبنى قد بني قديما، فأنت عندما تبدأ بالهدم تبدأ من آخر شيء قد بني حتى تنزل إلى الأول. هكذا الإنسان آخر شيء دخل فيه حتى يكون إنسان هي الروح. فأول شيء يخرج من الإنسان الروح في حالة موته، يبقى ساعة لما بيجي يموت الروح به تصعد إلى بارئها. فإذا خرجت الروح من الجسد ماذا يحدث للجسد؟ يتصلب. فهذا هو الصلصال. وبعد ما بيتصلب بيتعفن ويصبح رمة، هذا هو الحمأ المسنون. يتعفن وتغير لونه، هذا هو الحمأ المسنون. يتبخر الماء من الجسد فيصبح الطين ترابا، ثم يعود إلى الأرض التي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن كيف كان خلقه بعد ذلك؟ إيه الأسلوب بقى؟ طبعا سيدنا آدم طين وتراب، وطلعت حواء من منطحة ضلعي، وبعدين يجامع آدم حواء يخرج النطفة. الله، طب ما دي موجودة في سورة المؤمنون. اقرأ إن شئت، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولك أن تتدبر ثم جعلناه نطفة. ما هذه النطفة؟ إنها مهين، ماء حقير. الله عز وجل يقول: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. المرسلات. ما هي نطفة الرجل؟ نطفة الرجل أخي المسلم عبارة عن قذيفة منوية، تحتوي القذيفة الواحدة أو الواحدة على حوالي 500 مليون حيوان منوي. هذه القذيفة إذا صبت في الأرحام لا يستفاد منها للإنجاب إلا بكائن منوي واحد. هذا الكائن لا يرى بالعين المجردة من دقته في الحجم وصغره. طول هذا الكائن واحد على 600 مليمتر، وصفه مفلطح الرأس طويل الذنب، يسبح في ظلمات الرحم صاعدا بسرعة نصف مليمتر في الثانية الواحدة. سبحان الله. هذه النطفة اللي هي الماء المهين، الماء الحقير، قال عنه القائل: يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ من الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ من الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك؟ من الذي شق العيون فأبصرت؟ من الذي بالعقل قد حلاك؟ من الذي تعصي ويغفر دائما؟ من الذي تنسى ولا ينساك؟ أتدري كيف صورك الله جل جلاله وأنت في الرحم؟ هل استخدم أضواء في أي ضوء وأنت في ظلمات ثلاث؟ كما يقول الحق سبحانه: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعض خلق في ظلمات ثلاث. ما هي الظلمات الثلاث؟ ظلمة الرحم، ظلمة كيس المشيمة، الكيس الذي يسمى بالمشيمة، ظلمة جدار البطن. في هذه الظلمات الثلاث الله عز وجل صورك في أحسن صورة، لا في الأشعة السينية، ولا في الأشعة تحت الحمراء، ولا في الأشعة فوق البنفسجية، ولا في الأضواء الكشف، بل صورك في الظلام. قال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا من عجيب ما صنعه الله بنا. أيضا من عجيب ما صنعه الله بنا سبحانه وتعالى أنه سبحانه أغلق أبواب المعصية في وجوهنا، فلم يفتح منها بابا إلا عن طريق نعمة من نعم الله عز وجل. لا يمكن للعبد أن يرتكب معصية أبدا إلا باستعمال نعمة من نعم الله سبحانه. فمعصية السرقة بنعمة اليد، ومعصية النظر إلى الحرام بنعمة العين، استماع الأغاني الخليعة المحرمة بنعمة الأذن، وهكذا. ثم جعل الحق سبحانه وتعالى من هذه النعم شهودا تشهد على صاحبها بين يدي الله سبحانه يوم القيامة، حتى يقال لهم:
لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فشهودك منك فيك ستشهد عليك. الأمثلة كثيرة على ما صنعه الله بنا، لا تدخل تحت عد ولا حصر. ثم نأتي للسؤال الثالث أو الطريق الثالث إلى الله عز وجل، وهو أن تعرف ماذا أراد الله منك. ماذا أراد الله منك؟ هذا السؤال إذا سألت نفسك أو سألت غيرك هذا السؤال الهام جدا، فإن معرفة جوابه الصحيح مدخل عظيم إلى طريق النجاة. ويمكن أن نجمل الجواب في كلمات قصيرة فنقول: لقد أراد الله منا جميعا أن نفعل كل ما أمرنا الله به، بشرط أن يكون خالصا صوابا. ما معنى خالصا صوابا؟ خالصا أي على الكتاب، وصوابا أي على السنة. أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نجتنب كل ما نهانا عنه، وإن شئت فقل أراد منا أن نكون عبيدا له بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فلا نتقدم ولا نتأخر إلا بإذنه، لا نسكن ولا نتحرك إلا بأمره، وكلما ازددنا له ذلا زادنا عزا، وهو القائل سبحانه: والسجود واقترب. فالسجود غاية الذل لله، والقرب غاية الرفع والعز. فيا رب لك الحمد، فأنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأولى من شكر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل. كل شيء دال عليك، مرشد إليك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ثم نأتي إلى الطريق الرابع: كيف تخرج من ذنبك وخطيئتك إذا أذنبت أو أخطأت؟ والجواب مما لا شك فيه أن كل بني آدم خطأ، وأننا نذنب بالليل والنهار، وأننا بحاجة دائمة إلى مغفرة الله سبحانه. الله سبحانه لا يغفر لكل أحد، وإنما وصف نفسه سبحانه بأنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه سبحانه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الأربعة: توبة، إيمان، عمل صالح، استقامة. من فعلها فقد وجبت له المغفرة. كل ذنب نفعله نحتاج بعده إلى أمرين حتى تتخلص منه: الأمر الأول الاستغفار، والأمر الثاني التوبة. الأمر الأول الاستغفار، أن تستغفر من هذا الذنب فتقول بعده: أستغفر الله العظيم. الثاني التوبة، تتوب إلى الله. التوبة في حقيقتها ندم وإقلاع وعزم. ندم على الفعل، إقلاع عن الذنب، عزم على ألا تعود إلى ذلك الفعل القبيح. أقبح من الذنب أن تستهين به فتراه صغيرا وهو عند الله عظيم. التائب إلى الله هو الراجع من شيء إلى شيء، راجع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف المحمودة، راجع من معصية الله إلى طاعته، راجع عما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، رجوع إليه سبحانه بعد المفارقة، وإلى طاعته بعد المخالفة. فالله سبحانه أمرنا بالتوبة النصوح، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح أن يستغفر باللسان، وأن يندم بالقلب، وأن يمسك بالجوارح. ولك البشرى أيها التائب من الذنب، يا من وقعت في كبيرة من الكبائر، يا من وقعت في معصية من المعاصي، وضاقت عليك الأرض بما رحبت، وضاقت عليك نفسك، وظننت أنك قد هلكت وقد فقدت كل شيء. استمع إلى هذا النداء العلوي، هذا النداء الراقي، هذا النداء الذي يملأ عليك أركان جوارحك، ينادي عليك الجليل صاحب هذا النداء: لا تقنط، لا تقنط ولا تيأس. قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا الله، هذا النداء الطيب، هذا النداء العذب، هذا النداء الندي يملأ القلوب أمنا، يملأ القلوب اطمئنانا، يملأ القلوب رجاء في الرحيم، رجاء في الكريم، رجاء في اللطيف جل في علاه. قل يا عبادي، فاسعد واسجد لربك شكرا أن نسبك الله لتكون عبدا له. قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا له من شرف أن ينسب الله الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعصية والذنب، يجعلهم عبادا لعلام الغيوب،
فإن دلت قدمك ووقعت في كبيرة من الكبائر أو في معصية من المعاصي فإياك أن يخذلك الشيطان وأن يصرفك عن قرع باب الرحيم الرحمن. لا تتردد، تعال إلى ربك على الرغم من ذنوبك ومعاصيك، يناديك الرحمن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتب إلى الله وارجع إلى الله والله سبحانه وتعالى سيقبلك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. فهذه طرق أربع، من سلكها فقد عرف الطريق إلى الله معرفة صحيحة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.